مفردات ومرادفات تشرين لم تخمد بعد 2019. هنا حيث كان الحديث خارجا عن نطاق الهدوء إلى الدم والاشتباك، ولد من رحمة أزمة صراع سياسي طغى طابعها الأعم بعناوين نبذ المحاصصة والمحسوبية والفساد السياسي. هكذا خرج المحتجون المطالبون بوطن. وفي ذكراها الرابعة ظل سقف المطالب يرتفع، ومعه يرتفع مؤشر البحث عن قتلة تشرين، هؤلاء الذين قالت حكومة السودان قبل أسابيع قليلة أنها ستطلق نتائج التحقيقات عنهم قبل نهاية العام الجاري. ما الذي تغير في العراق؟ وكيف أصبحت بغداد بعد ليال شيع فيها ضحايا المواجهات التي دخلت فيها أصابع أياد خارجية بحسب منظمات حقوق إنسان محلية ودولية؟ تعود الذكرى ومعها حديث عن استعداد لخروج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق التي لم يكلوا في كل ذكرى لتشرين أن يكرروها على مسامع الطبقة السياسية. وتعيد القوى السياسية معركتها كما يعيد التاريخ ذاته، حتى وإن كانت الأجواء مائلة إلى طقس خريفي، إلا أنها تجري في مدار غليان بعض المختلف عليه تزامنا مع الشروع في إجراء انتخابات محلية أفاقت هي الأخرى لمطالب الابتعاد عن التحاصص والنفوذ السياسي المتغول على زمام المناصب أو شيء من هذا القبيل يخرج المحتجين عن صمتهم للمطالبة بالإنصاف والعدل بين المكونات جميعها. تقترب رياح الانتخابات المحلية التي يرى مراقبون أنها إن نجحت ستكون أول ثمار المطالب الشعبية في البلاد. أما نشوة النصر التي تبحث عنها تشرين أو أهداف تسعى الحكومة كما تؤكد لتحقيقها تبقى في قيد الانتظار لتحقيق أهداف حراك وطني، سواء كان بثياب تشرينية أو سعي رسمي لحل مشكلات البلاد المتراكمة.